السابعة صباحا بتوقيت الجزائر. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في اولى مواعيدنا الاخبارية المفصلة لنهار اليوم. بداية، استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس وزير الدولة لشؤون الخارجية والمكلف بالتعاون الجهوي لجمهورية أوغندا جون موليبا. اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية حضره وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لمامرا ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف. وعقب اللقاء، أدلى وزير الدولة للشؤون الخارجية والمكلف بالتعاون الجهوي لجمهورية أوغندا بالتصريح التالي: اللقاء الذي جمعني برئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كان لقاء مثمرا، وتطرقنا من خلاله إلى العلاقات الثنائية بين الجزائر وأوغندا والمشاورات بخصوص القضايا السياسية والدبلوماسية وتطوير الاقتصاد في القارة الأفريقية. وعلى هذا الأساس سيتم متابعة الملف من طرف اللجنة المشتركة بين البلدين، تحذيرا لمنتدى الاستثمار الاقتصادي الأفريقي المزمع انعقاده شهر نوفمبر المقبل بالعاصمة الجزائر. ويمثل منتدى الاستثمار الاقتصادي فرصة للشراكة الاقتصادية والدبلوماسية بين دول القارة ومواصلة لنضال القارة الأفريقية التي حققت تدريجيا استقلالا اقتصاديا وانفتاحا بعد سنوات طويلة من الاستعمار. وهذا يعتبر بالنسبة لنا حافزا للمضي قدما نحو التغيير ومواجهة كل التحديات الاقتصادية والتجارية. في الشأن الاقتصادي، وضمن مخرجات مجلس الوزراء الأخير، خبراء القانون والاقتصاد يثمنون خطوة تجريم مخالفة قوانين الصرف وحركة رؤوس الأموال بتسليط أقصى العقوبات على المخالفين للقانون لوضع حد للفساد الذي نخر الاقتصاد الوطني. وسيلة بشار. تعليمات وأوامر صارمة أسداها رئيس الجمهورية تتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم بصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. كانت في الفترة السابقة أو الفترات السابقة كان هناك نزيف كبير للعملة الأجنبية إلى خارج الوطن، أدى إلى فساد مالي واقتصادي، أدى إلى عجز في الميزان المدفوعات وفي الميزان التجاري، أثر على زيادة النفقات العامة في موازنة الدولة، وأدى كذلك إلى تضخيم العجوزات في هذه الموازين. مجلس الوزراء الأخير أقر الحفاظ على أموال الشعب وحمايتها من كل أشكال الفساد. تضخيم الفواتير بالنسبة لي عملية الاستيراد، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية مهمة جدا هو التهريب المباشر بالنسبة للعملة عن طريق طبعا سوق الموازية، وشفنا أنه سوق الموازية طالب سيد الجمهورية أو الحكومة تحضر نفسها لقانون نقد وقرض طبعا يكون فعال شفاف قابل للاستعمال، يملأ طبعا كل النقائص والفراغات اللي موجودة. ولسد الفراغات قررت الدولة مراجعة قانون النقد والقرض، ومن هنا فصاعدا ستسلط أقصى العقوبات على كل من يتجرأ على المساس بالاقتصاد الوطني. هذا القانون يأتي لتعويض القانون الحالي، القانون رقم 96/22 المتعلق بقمع مخالفات حركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر، والتي صدر سنة 1996. هذا القانون بعد هذه فترة الممارسة الطويلة ظهرت اختلالات، ظهرت ثغرات، ظهرت أنواع من الجرائم لم تكن معروفة في ذلك الوقت، مما أدى إلى استحداث قانون جديد ليغطي هذه النقائص الموجودة. تهريب الأموال إلى الخارج نخر الاقتصاد الوطني بطريقة بشعة وأنهك الخزينة العمومية. لا يعقل أن نعتبر هذه المخالفات على أنها جنحة، بل هي جريمة، وكل من يسوب وكل من يتعد هذه القوانين لا بد أن تطبق عليه أقصى العقوبات، وذلك في إطار
دائما في إطار حماية الاقتصاد الوطني. قانون مكافحة الفساد وقانون الإجراءات الجزائية أنشأ محكمة سيدي محمد كقطب جزائي وطني متخصص في الجرائم المالية، وزوده بوكيل جمهورية ومساعدين ومساعدين وقضاة تحقيق متخصصين في هذا النوع من الجرائم. وباعتبار هذا التخصص فإن اختصاصهم هو اختصاص وطني، يعني مهما كان مكان ارتكاب الجريمة على عبر التراب الوطني فإن المحكمة المختصة هي محكمة سيدي محمد. قانون العقوبات بإمكانه الحكم على الضالعين في القضايا المتعلقة بالفساد بأحكام قاسية تصل إلى 20 سنة نافذة. وبالمجلس الشعبي الوطني تتواصل جلسات مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، ليفسح المجال غدا إلى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن للرد على استفسارات النواب. وخلال مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة أمس في جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي وبحضور الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن وعدد من أعضاء الطاقم الحكومي، ثمن النواب الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاحات الشاملة وتمسك الدولة بالطابع الاجتماعي. فتحية بالعالية. ثمن معظم النواب في اليوم الثاني من جلسات النقاش تحت قبة البرلمان ما تضمنه بيان السياسة العامة للحكومة من قرارات هامة وتدابير استعجالية ساهمت في تحقيق دعائم النمو الاقتصادي وتثمين الإنتاج الوطني والنهوض بعديد القطاعات الاستراتيجية، فيما شدد بعض النواب على ضرورة إشراكهم إلى جانب الحكومة والمؤسسات المنتخبة في العملية التنموية. تم تسجيل مؤشرات إيجابية تعكس نجاح سياسة ترشيد النفقات والواردات رغم ارتفاع معدل التضخم في ظل البيئة التضخمية العالمية، وقد تم إصدار قانون الاستثمار الجديد بتحفيزات عديدة في القطاعات والمناطق ذات الأولوية. إن تقديم بيان السياسة العامة من طرف الحكومة هو امتثال لمقتضيات الشفافية والمساءلة وتعزيز آليات الحوكمة الرشيدة، ويرسخ منهجا جديدا في إدارة الحكم مبني على القيم الديمقراطية. نطالب السيد الوزير الأول بإعطاء تعليمات للسادة الولاة بإجراء لقاءات دورية مع النواب مع المدراء التنفيذيين، وذلك لبحث المشاكل وإيجاد ومناقشة الحلول لهذا الأمر. الجانب الاجتماعي أخذ حيزاً هاماً من مداخلات النواب للسياسة العامة للحكومة، والذي أعطى الأولوية لرفع المستوى المعيشي للمواطن وتحسين قدرته الشرائية من خلال إقرار جملة من تدابير الدعم الاجتماعي، إلا أن بعض النواب سجل تحفظاً فيما تعلق بآليات تسييد بعض القرارات. كنا ننتظر مشروع قانون تمهيدي اقتصاد المعرفة، بحيث أن قد أخذ وقت كبير جدا، رغم أن قانون الاستثمار الجديد يعتبر اقتصاد المعرفة قطاع ذو أولوية كبيرة، لكن وزارة اقتصاد المعرفة لم تطرح مشروع خاص بالتجارة الإلكترونية التي هي صلب مهام وزارة المعرفة والمؤسسة الناشئة. أفرجوا عن المشاريع المجمدة والمنتهية دراستها بمناطق الظل والمناطق الحدودية التي سيطوى ملفها قريبا، فمستشفى 60 سرير بعسلة وعيادتان بكل من مقرار والقصدير وطريق البنود بقلعة شيخ بعمامة، والمركزة التكوين المهني بكل من عسلة والنعامة، وتهيئة المنطقة السياحية بورقة. دروك لما يكون انت عندك أكثر من 1500 ولا 1600 أوردوناتور، يعني هذا يصرف وهذا يصرف وهذا يصرف، علاه ما نرجعوش أوردوناتور واحد بقطاع صحي واحد. كما تضمنت تدخلات النواب إجماعا على تثمين القرارات السيادية على المستوى الدبلوماسي والدور المشرف لجيشنا الوطني الشعبي في الحفاظ على الأمن والسلم الوطنيين والدفاع عن السيادة الوطنية. يشارك اليوم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقا في أشغاله الاجتماع الوزاري 33 لمنظمة أوبك والدول خارج أوبك الذي سينعقد بفيينا. ولأول مرة منذ مارس 2020 الاجتماع سيجمع 23 دولة الموقعة على إعلان التعاون لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وتوقعاتها على المدى القصير. وسيسبق الاجتماع عقد أشغال الاجتماع 45 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، والتي سيتعين عليها تقييم حالة سوق النفط الدولي وأفاق تطويره.
بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يشارك اليوم وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد البيجا في فعاليات إحياء الذكرى 65 لمعركة إيسين التاريخية بالعاصمة الليبية طرابلس، تخليدا للتاريخ النضالي المشترك بين الشعبين الجزائري والليبي الشقيقين. على غرار باقي الدول العربية، تطلعات وأمال تعلقها النخب الإعلامية على مخرجات القمة العربية التي تحتضنها الجزائر في الفاتح نوفمبر المقبل، وفي مقدمتها التلفزيون العمومي الموريتاني الذي يستعد لتغطية ومواكبة الحدث. الملفات المطروحة على هذه القمة تستدعي من الإعلاميين حضورا لافتا لهذه القمة، والقناة الموريتانية على شكل معظم القنوات العربية ستكون حاضرة لهذا المشهد العربي، باعتبار بأن القمة العربية ينتظر منها أن تبحث كما قلت ملفات عديدة، وستكون هنالك متابعة دقيقة لمختلف جلسات هذه القمة وما سيصدر عنها من قرارات أهم بالنسبة للمواطن العربي. هذه التغطيات كانت تغطيات مستمرة على مدار هذه الأيام، كانت موجودة فيها جميع الأجناس الصحفية من أجل أن لا يمل المشاهد العربي والموريتاني خلال هذه الظرفية، وكنا نعالج زوايا مختلفة وأيضا مواضيع مهمة تهم الأمة العربية بشكل عام. ما يؤكد أهمية هذه القمة هو كم من استعد أو عبر عن حضوره لها في وقت سابق. الأمين العام للأمم المتحدة ما يربو على عشرات الزعماء والقادة عبروا عن حضورهم لهذه القمة. الجزائر ستنظم قمة، وأنا على يقين من خلال المتابعة والمقاربة والتدقيق أنها ستنجح في تنظيم قمة عربية ستكون قمة مفصلية في تاريخ الأمة العربية. والاهتمام الإعلامي بقمة الجزائر يشغل الصحافة الدولية. التلفزيون الجزائري يرصد جانبا منه من خلال منتدى الإعلام العربي بالإمارات العربية المتحدة. طول عمر الجزائر تجمع ولا تفرق. أنا أتمنى إن شاء الله قمة لم الشمل تكون حقيقة قمة لم الشمل. إن شاء الله العرب لما يتوحدوا قوة عظمى. إن شاء الله. بطبيعة الحال القمة العربية القادمة هي قمة في غاية الأهمية. دائما مصر حريصة على التضامن العربي، حريصة على الدعم الكامل لإنجاح القمة العربية. الدول المصرية تتحرك في هذا السياق. هناك تحديات كثيرة أمام هذه القمة، تأتي في توقيت خطير جدا يواجه العالم بالكامل، يواجه الأمة العربية. نتمنى أنه هالقمة العربية تنجح، هالقمة العربية اللي هي تحمل شعار لم الشمل فعلا تلم الشمل. أتمنى كمان على الجزائر أنه بما أنه هي اللاعب الأساسي بالاستقرار على صعيد المنطقة وبالاستقرار على صعيد القارة الأفريقية، أنا سأذهب إلى الجزائر من أجل تغطية القمة العربية والمعقدة بداية الشهر المقبل في الجزائر. كما ذكرت يعني أعتبر نفسي محظوظة لأن هذه القمة قمة هامة. بالتأكيد يعني أهميتها ليس فقط أنها قمة العربية، أهميتها أنها تعقد في الجزائر، أهميتها بأن هناك الكثير من الملفات الهامة المطروحة على طاولة هذه القمة، ملفات إقليمية عربية ودولية. تعتبر قمة القمم لأن هناك اجتماع عربي كامل، وهو توحيد الصف العربي بعدما كان هناك الخريف العربي بالنسبة إلى الدول العربية، وهذا التوحيد هو يعتبر لم شمل كامل بالنسبة إلى الوطن العربي، وإن كنا نتحدث عن جميع المجالات الاقتصادية والسياسية وأيضا الغذائية بشكل كامل. وهذا لم الشمل سوف يكون هناك ضم جميع المواضيع في هذه القمم. ومن تونس، تطلعات وأمال يعلقها المواطن على مخرجات القمة العربية المقبلة بالجزائر. تنوع مخرجات أو المعاد الموجودة في الدول العربية هذا يعطي لدول هذا بالإضافة للمكان الجغرافي للدول العربية والإطلالات البحرية لدول العربية وإطلالات البحرية وتحكمها في المضايق على مستوى العالم والموقع الجغرافي للدول العربية يعطينا تميزا جغرافيا وتميزا اقتصاديا، لكن هذا لن يتأتى إلا بأن نرفع مستوى التعاون الثنائي بين الدول العربية ونوقع عدة اتفاقات ترفع من مستوى التبادل البيني بين الدول العربية
والتنسيق المشترك والعمل على الاستفادة من تجارب دولنا العربية التي وصل بعضها إلى مستويات جيدة جدا ولله الحمد. هذه القمة هي وساطة لعضو محترم في الأسرة العربية. هذه 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 الأسرة أو هذه الأسرة المتميزة التي اسمها الجزائر، هذه العائلة المتميزة ستستخدم نفوذها الأدبي والمعنوي بما لها من علاقات مع كل الدول العربية، علاقات سلم وأخوة، فهمتني، لاستدراجهم إلى حلول مشتركة يتفقون عليها ويلتزمون بتنفيذها. ينتظر من هذه القمة هي المصالحة بين الفلسطينيين فعلا، المصالحة بين الفلسطينيين أولا ورفع الحصار عن غزة، وكذلك الدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية فعلا، ودعم وتأييد الفلسطينيين فعلا في قضيتهم وفي صراعهم مع العدو الصهيوني. أتمنى أن يكون لهذه القمة ما يأمله وتأمله كل الشعوب العربية من أنه يعود الوفاق بين كل الشعوب العربية، فلينظروا جميعا إلى غاية وحيدة وهي الأمة العربية ووحدة الأمة العربية. من جانبهم أكد أعضاء من مجلس النواب الأردني على أن قمة الجزائر ستكون سانحة لتوحيد الصف العربي وإيجاد حل للقضية الفلسطينية بوصفها قضية محورية. انعقاد القمة في العربية في الجزائر في الفاتح من نوفمبر له رمزية كبيرة، إذ تؤطر إلى فترة مهمة جدا من تاريخ الأمة العربية وتاريخ الجزائر في مقاومة الاحتلال وسيادة الأمة العربية. نحن نعول كثيرا على قمة الجزائر من ناحية توحيد الصف العربي ولم الشمل العربي في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها المنطقة. أنا باعتقادي قمة الجزائر تنطلق من محاور ثلاث، المحور الأهم والأبرز على الساحة العربية هو المحور السياسي والمتعلق بإيجاد حل سياسي للقضية المحورية والأساسية في الشرق الأوسط وهي القضية الفلسطينية. نحن فخورون وسعيدون بالإعلان عن عقد القمة العربية في بلدنا الثاني الجزائر بعد عدة محاولات باءت بالفشل لعقد هذه القمة العربية التي هي على مستوى قادة الدول العربية، وهذا الإنجاز بحد ذاته هو أكبر نجاح لاجتماع الدول القادة الدول العربية، حيث مجرد الاجتماع فهو بداية طريق لحل كافة المشاكل التي يمر فيها الوطن العربي كمشاكل أمنية ومشاكل اقتصادية، حيث أن القادة العرب همهم واحد ومشترك، ونحن على مستوى دولة الجزائر أن قناعتنا المطلقة بأنها قادرة على تجميع الكلمة العربية في الاتجاه الذي فيه مصلحة لجميع الدول العربية. من جهتها نوهت الشاعرة العراقية سجدة المساوي بالرمزية العميقة لتاريخ انعقاد القمة العربية المتزامن مع اندلاع الثورة أو ذكرى اندلاع الثورة التحريرية المدفرة. حقيقة عندما ورد خبر اتفاق وزراء الخارجية العرب على عقد القمة العربية في الجزائر بالذات، يعني هذا خبر أسرني كثيرا، وإن هذا الخبر يعني أنه نوه الخبر أنها تتزامن مع الذكرى 68 لاندلاع الثورة التحرير الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي عام 54. يعني تزامن القمة مع هذا الحدث يعطيه قيمة أخرى في نفوس العرب وفي ذهن كل عربي حر يتمنى للأمة العربية التحرر والسيادة وتقرير مصيرها بنفسها دون تدخل القوى الخارجية. هذا طبعا الخبر أفرح قلبي وجعلني أستعيد الروح الوطنية والقومية اللي تعزز وجودنا العربي، وفي زمن يعني نحن الآن في زمن التحديات التي واجهت أمتنا العربية من التدخلات الخارجية من التفكك.
واستعدادا لاحتضان الجزائر للقمة العربية المقبلة، استضاف نادي عيسى مسعودي للإذاعة الوطنية أمس المفكر والكاتب السياسي ومدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف رياض الصيدوي، الذي تطرق إلى أهمية قمة الجزائر التي تراهن على لم الشمل العربي وقضيته الأم القضية الفلسطينية، مشيدا بالرصيد التاريخي الثري للدبلوماسية الجزائرية التي نجحت في العديد من الوساطات العربية والدولية. مع الجزائر ستعود القضية الفلسطينية للواجهة، تذويب الخلافات والفوارق بين الأشقاء العرب، وإيجاد على الأقل يا سيدي الحد الأدنى من التوافق العربي العربي. الجزائر ستكبح جماح الانهيار والتفكك اللي شفناه في قمم سابقة، حتى نكون قوة اقتصادية، نكون قوة سياسية. دوليا وفي الشأن الصحراوي، يعقد مجلس الأمن الدولي خلال شهر أكتوبر الجاري 4 جلسات لمناقشة تطورات القضية الصحراوية لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء في الصحراء الغربية في ظل استمرار الاحتلال المغربي في تمرده على الشرعية الدولية وكل المساعي لحل النزاع في الصحراء الغربية. وتعود القضية الصحراوية مجددا إلى أروقة مجلس الأمن الدولي، حيث سيقدم المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية تقريره الخاص حول الوضعية في الأراضي المحتلة. انطلقت أمس فعاليات الطبعة 14 لمهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم بفضاء رياض الفتح بالعاصمة بمشاركة مبدعين من عديد الدول، واليابان ضيف شرف الطبعة. ياسينيا حسيني. صور وألوان فنية ارتسمت على عديد هذه الورشات الإبداعية والبداغوجية لتعلن عودة مهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم فيبدا في طبعته 14. كل عام انا نجيبوا جانب تاع الالعاب الفيديو ونسيو نبينو ماكسيموم تاع لي جو جدد. راني فرحان بداروا لاين فات هنا، ودرنا في خلال ايام الفيبدا هذا المهرجان درنا ورشه الرسم الرقمي السريع. نقدروا نشوفوا بلي عندنا اقبال كبير على الرسم، على لي طابلات غرافيك، الرسم الرقمي. نشارك ايضا بورشه خاصه بالاطفال، تلوين خاص بالاطفال، خاص بالتراث الوطني. هذه التظاهرة الثقافية احتضنت هذه المرة عديد الرسامين ومؤلفي الشريط المرسوم من داخل وخارج الوطن لتكون اليابان ضيف شرف الطبعة. هذا العام نحيي ذكرى 60 للعلاقات الجزائرية اليابانية. حاولنا زيادة حضور اليابان في هذا المهرجان من خلال الندوات والورشات. اليابان هو ضيف شرف. لماذا اليابان؟ لأنه من أكبر المدارس الدولية لشريط المرسوم، والفنانين الجزائريين تاعنا يستعملوا جميع الأنماط من المدارس هذه، لكن يحكوا قصص جزائرية، وإحنا لاحظنا بأنهم يعني يستوحوا هذا من التراث الجزائري، وهذا يعني شيء جميل. مزيج بين الثقافات والإبداعات الفنية، الفن التاسع بوابة لاكتشاف الطاقات الشبانية والمواهب الاستثنائية. وفي الختام نرحل بكم إلى قصر المشور بولاية تلمسان، الذي يعد من المعالم التاريخية والسياحية المهمة، ويعود تاريخ بناء هذا المعلم إلى سنة 1145 في عهد أمير المرابطين يوسف بن تشفين. سفيان مقنين. موسم استثنائي في عدد زوار المعالم الأثرية سجلته تلمسان هذا الموسم، فهذه المدينة تحتفظ بعدد كبير من الآثار الإسلامية، منها ما تم ترميمه ومنها ما بقي في صورته الأصلية. نزور أماكن سياحية في تلمسان، وجيت القصر مشوار. بديت بالمتاحف تاع تلمسان، وحاليا الآن راني في قصر المشور اللي هو كما راكم تشوفوا قصر يعني شباب بزاف. نلاحظوا باللي كاين فيها أصالة وعراقة، تحس بتراث قديم، سما تحس باللي كاين هنايا كاين تاريخ، ما شاء الله تاريخ عريق. تجاوز العدد 56800 سائح مختلفة من ربوع الوطن ومن الأجانب كذلك، حيث سجلنا تقريبا رقما قياسيا في هذه الثلاث أشهر.
لم تسجل منذ سنين هذه النسبة من الزيارات. تحتفظ متاحف تلمسان بعدد من القطع الأصلية من قصورها ومدارسها التي هدمت أثناء الحقبة الاستعمارية. زوار المعالم الأثرية في المدينة يلاحظون دون شك بقاء بعض المساحات الأصلية في القصور المرممة أو ما يسمى بالنوافذ الأثرية. نوجد عدة أشكال من الزليج سواء عند المرابطين ولا عند الزيانيين، والأكثرية عند الزيانيين كما اللي رحنا نشوفه في هذا المسجد. القطع الأصلية التي تعود إلى القرن الرابع عشر وهي متواجدة هنا، ولا حتى نقوم بالترميم ديالها ولا نعتمد دائما على الأصلي، كما قلعة المشور حتى هو نهار اللي عملنا الترميمات قمنا بترميم على أصله. الحفاظ على أشكال وألوان هذه الزخارف والنقوش في المعالم الأثرية المختلفة يحميها من الاندثار والتلاشي، ويمنحها روحا جديدة تتجلى في أبعاد جمالية مختلفة تساهم في إثراء التراث الإنساني ككل. قصر المشور إذن تراث إنساني ضارب في عمق التاريخ الحضري الجزائري العريق. ختام النشرة، موعد بكم يتجدد في تمام التاسعة. إلى اللقاء.